انسى بقى الموضوع، المكونات اللي انت بتتعامل معاها والاشكال اللي انت بتتعامل معاها والكلام ده. عايزين بقى الحاجات اللي هي بتاعت المهندسين، مش بتاعت الناس اللي هم الهواة. تمام؟ يعني ايه برضو؟ انت لو تيجي مثلا تسيرش على النت على دايره معينه هتلاقيها بالشكل اللي هنا ده، صح؟ الشكل اللي هو في الجنب ده. انما لو انت دخلت بتشوف بقى تصميم مثلا حد عامله او كده هتلاقي كده الشكل ده، هتلاقي المكونات بالشكل ده. فانت لو مش فاهم كل مكون من دول او كل شكل من دول بيعبر عن ايه، مش هتقدر تكمل او مش هتفهم الحاجه دي بشكل بروفيشنال، او مش هتعرف تطلعها بشكل بروفيشنال. يعني لو انا بقول لك اشرح لي الدايره دي متوصله ازاي او شغاله ازاي، اكيد مش هتبعتها لي كده، انا مش هبقى عارف ايه اللي متوصل معايا. هي دي دايره بسيطه، ادي مثلا وليكن دي البطاريه دي 9 فولت، انا عارف ان البوزيتيف جاي كده هيدخل على المقاومه، بعد كده هيدخل على طرف الليد، بعد كده طرف الليد الثاني على النيجاتيف، النيجاتيف على النيجاتيف بتاع البطاريه وهتشتغل. تمام. طيب لو الدايره دي معقده انا هبقى تايه في النص، صح؟ مش هبقى عارف دي يعني دي متوصله مع ايه ودي متوصله مع ايه وما الى ذلك. انما لو عندي حاجه زي دي تلاقوا مكتوب ايه؟ سكيماتيك اوف بيزك ديزاين. ايه هو السكيماتيك بقى؟ اللي هو الشكل او الرمز النظري، مش الحاجه او مش الشكل اللي هو الريال. بمعنى شكل المقاومه، مش ده شكل المقاومه لو بتروح تشتريها؟ شكل اللي هو الشكل 3 دي عليها رينجز كده، الرينج دي او الكالر كود ده بيقول لك المقاومه دي قيمتها كذا، التولرانس بتاعها كذا. الليد دي مثلا بتبقى فيها حرف كده متاكل، ده مثلا بيانديكيت ان ده مثلا البوزيتيف او النيجاتيف، او ممكن تلاقي طرف اطول من الثاني وهكذا. الحاجات دي مش هتلاقيها في البي سي بي. فانت بتبدا تتنقل من الحاجات او من السيمبلز اللي هي 3 دي، اللي هي الخاصه، اللي هي بقى لو حد كان واخدها مثلا كهوبي بالنسبه له، تمام، لواحد هنقول مهندس من ناحيه التصميم، تمام، او شخص تعامل باحترافيه، تمام، شخص بروفيشنال. هتلاقي بقى ايه شكل المقاومه بدل ما كان بالشكل ده بدأ ياخد السيمبول ده في الشكل اللي هو بيقول لك الرمز ده كستاندرد لليو اس، اللي هو ستاندرد الامريكي، تمام، او بالشكل ده، ده برضو بيقول لك ان ده ايه انترناشونال، او اللي هو الشكل الانترناشونال المتعارف عليه. اغلب المقاومات اللي هنستخدمها هتلاقي لا اما الرمز ده لا اما الرمز ده في البي سي بي. زي ايه؟ الاسكيماتيك. يبقى انا بقول لك الرمز، يعني الاسكيماتيك ده كده الرمز النظري، تمام، اللي هو السيمبول بقى اللي انت بتتعامل معاه. طيب السيمبول ده لما يتحط في دايره زي دي كده، يعني انا لما اقول لك دي عباره عن ايه هتقول لي باتري، صح؟ دي ريزيستور، دي ال اي دي، يبقى انا كده كونت سيركت. السيركت دي تديني مينينج، صح، او ليها معنى او بتنفذ فانكشن معينه. طيب شكل الاندكتور بيبقى شكله ايه؟ هتلاقي الاندكتور بيبقى بالشكل ده، عشان السيمبلز دي لما نيجي نتعامل مع البرنامج او اي برنامج كاد عامه هتلاقي المكونات الالكترونيه بتبقى بالشكل بتاعها ده، اللي هو السكيماتيك سيمبل. انت لما بتيجي انت ذات نفسك لما بتيجي تحمل الداتا شيت اللي بيكون فيها كل حاجه خاصه بالمكون الالكتروني اللي بتستخدمه، بيبقى مدي لك اللي هي الجرافيكال سيمبلز او السكيماتيك سيمبلز اللي بتبقى بالشكل ده. زي الترانزستور مثلا، ده النوع ال ان بي ان وده النوع البي ان بي، ده شكل السيمبول بتاعه. الكوليكتور والبيز والاميتر نفس الكلام، هنا الكوليكتور والبيز والاميتر. هنا هتلاقي مثلا الموسفيت اللي هو من انواع الترانزستور، ده البي جي تي، تمام، باي بولر جانكشن ترانزستور، وهنا عندك الموسفيت، تمام. هتلاقي عندك برضو في نوعين منه، الان تشانل والبي تشانل، موضح لك عليه الجيت والسورس والدرين، جيت سورس درين وهكذا. نفس الكلام مع الكاباسيتورز، ده بيبقى الشكل بتاعها، وكاتب لك هنا برضو عشان لما تشوف دايره سكيماتيك كبيره تبقى فاهم. برضو هفتح لكم دوائر من
حاجات انا اعملها قبل كده، بحيث برضو ايه نشوف السيمبولز دي فعلا في الدايره بقى شكلها عامل ازاي. ده مثلا النون بولارايز، يعني ده مكثف. ما هي المكثفات في منها نوعين، هتلاقي نوع بولارايز ونوع نون بولارايز. البولارايز ده اللي هو الكيميائي او القطبي، بيبقى ليه قطبيه اللي لو عكست قطبيته ممكن ينفجر، تمام. اما النوع النون بولارايز بيبقى ملوش قطبيه، يعني سواء وصلت الطرف ده مكان ده او العكس مش هيحصل اي مشكله معاك، تمام. ده بالنسبه للكاباسيتورز. هتلاقي مثلا الريلي زي ما قلنا، انا عندك الريشه، الريشه دي بيبقى لها 3 اطراف، طرف نورمالي كلوزد، طرف كومن، طرف نورمالي اوبن. وادي الكويل اللي بياكتفلي الريشه دي، زي ما قلنا ان الريلي في البدايه، انا قلت لك الريلي ما هوش حاجه ميكانيكال، هو الكتروميكانيكال، يعني عشان اشغله لازم اكتف الكويل ده فيولد لي مجال مغناطيسي فيشد الريشه دي، تمام. ده بالنسبه للريلي، هتلاقي السيمبول بتاعه كده. طيب بالنسبه للمصادر الباور، مصادر الباور هتبقى عندك بقى بالاشكال ده، سواء ده مثلا كان دي سي كارنت، اي سي فولتج. الدي سي فولتج والحاجات دي يا شباب في البي سي بي ما هي الا انديكيشن، يعني سعادتك لما تيجي تعمل دوكيومنتيشن للبي سي بي بتاعتك في النهايه، او انت شغال في شركه في ناس هتشتغل تاني بعدك او الكلام ده، المفروض بتدوكيومنت الحاجه اللي انت بتعملها، او بتطلع الوثائق اللي هي لما حد يمسكها بعدك، او لما حد يمسك او يشوف التصميم اللي انت عامله يفهم ايه اللي موجود، تمام. وهنعرف برضو لو ايه اللي انا ممكن استبدل السيمبلز دي بيه، يعني ممكن ما استخدمش الباور سورسز دي خالص، ممكن ما لهاش في برنامج الكاد، تمام. الترانسفورمرز او المحولات، عندي هنا البرايمري كويل او اللي هو الملف الابتدائي، وعندي هنا السكندري كويل او ملف الثانوي، تمام. ده بالنسبه للسكيماتيك دايجرام. يبقى ده زي ما احنا اتفقنا، ده ايه اللي هو الشكل النظري، الشكل النظري اللي انت بتتعامل معاه. يعني انا لما اقول له دايره زي دي كده، البطاريه متوصله بالمقاومه متوصله بالليد بالطريقه دي، ده الشكل الايه اللي هو اللي بنسميه السكيماتيك دايجرام، او اللي هو الدايره النظريه. طيب الشكل البراكتيكال بقى، او اللي هو بنسميه اللي اوت، بعد ما بخلص الدايره اللي هو بقى الشكل اللي هيتصنع، ده هنتكلم فيه قدام شويه، تمام. اللي هو بقى الكومبوننت اشكالها الحقيقيه وابعادها الحقيقيه الكلام ده. حتى الان في اي مشكله او في اسئله؟ حد وقع منه حاجة؟ طيب تمام. طيب خلينا نعمل كلير ده. أنا قبل ما أروح للي أوت كان لازم أقول لك الكومبوننت باكج، او الكومبوننت باكجينج، او طريقه التصنيع ذات نفسها بتاعه المكونات الالكترونيه، عشان لما نروح للاي اوت تبقى فاهم ايه اللي موجود، تمام. عندي طريقتين في التصنيع. اول طريقه اللي هي التي اتش تي، او زي ما بيقولوا عليها اللي هو الثرو هول تكنولوجي، ان انت يبقى عندك في ليدز زي كده، يعني المكون الالكتروني بيبقى ليه اطراف، ولازم اعمل ثقوب في البي سي بي عشان الحم المكونات الالكترونيه دي. ده اللي هو التي اتش تي او الثرو هول تكنولوجي. يبقى اي حاجه ليها ليدز او ليها اطراف بتبقى بالشكل ده لازم اعمل لها فتحات في البي سي بي، دي هتبقى اسمها ايه؟ ثرو هول تكنولوجي. دي المسميات اللي هنتكلم بقى بعد كده. يعني اما اجي اقول لك محتاج الدايره اللي هتصممها تبقى كلها تي اتش تي او ثرو هول، يبقى انت عارف ان المكون لما تيجي تختاره هيبقى ايه شكل البي سي بي مثلا بعد ما اتصنعت اهي. لو خدت بالك في هنا هول هول هول، يعني لازم يخرم البي سي بي عشان يعدي اطراف المكون الالكتروني ده ويلحمها من الجهه الثانيه، زي ما باين هنا كده. دي دايره البي سي بي اللي هي باللون الاخضر ده، تمام. دي الطبقه اللي هي بنقول عليها الطبقه العازله، اللي هي اللامينيشن لاير، تمام.
هنا ده النحاس اللي هو بالأحمر ده، ده كده نحاس تمام، وليكن ده التراك، وهنا زي ما انا قلت انت عامل دلوقتي هول اهي معدي منها الطرف المكون الالكتروني، وهنا نفس الكلام عملت هول عديت منها الطرف الثاني، بتيجي هنا تعمل عمليه السولدرنج او عمليه اللحام، ودي ان شاء الله في نهايه السيشنات في نهايه السيشنات ان شاء الله معذره في نهايه السيشنات هحاول برضو ايه هنزل معاكم سيشن كده تبقى اوف لاين، هيبقى معانا هجيب لكم الهوت اير سولدرنج ستيشن كامله فيها هوت اير وفيها كاوي ادجستابل، واعرفكم ازاي تلحموا المكونات الالكترونيه سواء كانت من النوع اللي هو التي اتش تي او الاس ام تي اللي لسه هنتكلم عليه ده تمام، وطرق اللحام المختلفه وازاي نلحم بشكل صحيح والكلام ده تمام. ده ان شاء الله اللي هيكون في سيشن كده لوحدها براكتيكال. طيب هو هنا بيقول لي ايه يعني، ده برضو حاجه حاول تركز فيها او لان دي جزء مهم، هنا بيقول لي السايت ده محطوط فيه الكومبوننت او المكونات اسمه ايه الكومبوننت سايد، وهنا الطرف الثاني اللي بقى فيه الليدز او هعمل هنا عمليه اللحام كاتب لي اسمه ايه سولدر سايد، او الطرف او الجهه اللي هعمل فيها عمليه اللحام، يبقى انا الجهه اللي بحط فيها المكونات مش في نفس الجهه اللي بلحم منها، بحط المكونات في الجهه عكس ما انا هلحم تمام. ده في طريقه التي اتش تي، وده كان لحد فتره قريبه كان السائد ان هو ما كانش فيه غير النوع ده، فجم الناس قال لك طب ما كده في مشكله، انا مش احنا كنا قلنا في البدايه انا علشان اقلل حجم البي سي بي ممكن اعمل كذا لاير صح، يعني ممكن اعمل لحد 16 لاير بي سي بي. طيب هو انا كده هيبقى الموضوع افكتيف لو انا جيت حطيت مقاومه الطرف بتاعها معدي من 16 لاير كده؟ فقال لك لا الموضوع كده انا بعمل زي ما نقول ماتيريال كونسامشن، يعني انا بهلك الماتيريال اللي معايا، يعني انا معايا بي سي بي 16 لاير بس مش عارف استخدمها احسن استخدام. فقال لك طيب ما عايزين نسهل برضو الموضوع ده، هل دي بس المشكله اللي ممكن تحصل؟ يعني هل دي المشكله ان يبقى عندي مثلا مقاومه او مكثف او دايد في دايره 16 لاير؟ لا عادي، طب ممكن تبقى دايره 16 لاير وفيها مقاومه او فيها مكثف. قال لك الموضوع ده التي اتش تي مشكلته ان كل مكون ليه شكل مختلف، بمعنى المقاومه ليها ابعاد مختلفه، الاندكتور مثلا ليه ابعاد مختلفه، الدايود ليه ابعاد مختلفه، فالموضوع بقى مرهق. انا عشان اعمل تجميع اوتوماتيك او انا دلوقتي صنعت دايره البي سي بي محتاج بقى اخلي المكونات دي يتم تجميعها على البورده وتتلحم اوتوماتيك عن طريق روبوتس او كده، الموضوع بقى مرهق ليه؟ لان انا محتاج اظبط لكل مكون جديد هضيفه المسافه بين التو ليدز دول. هنشوف المشكله دي اتحلت ازاي لما نروح للاس ام تي او اللي هو السيرفيس ماونت تكنولوجي تمام. فقال لك لا احنا عايزين ندور على طريقه احسن من دي بحيث تسهل علينا عمليه التصنيع، لان انا بالشكل ده عشان اقعد اعمل 1000 بورده لو انا هجمعهم يدوي هجمع لي مثلا كل يوم 10 بوردات هخلصهم في 100 يوم، لا انا عم عايز اعمل مكنه، المكنه دي او الروبوت هو اللي يجمع لي ايه دايره البي سي بي دي ويلحمها ويتستلي عليها كمان لو انا عايز اعمل تيست للدايره. فاتجهوا لحاجه جديده اسمها الاس ام تي اللي هو المبدا السائد دلوقتي، عمليه تصغير ذات نفسها اللي بتحصل في المكونات. انت بقيت تشوف مثلا المكثف بدل ما كان بالشكل الضخم اللي انت كنت شايفه بقى بالشكل الصغير اللي موجود تحت ده او بقى بالشكل ده، المقاومه بدل ما كانت بالشكل اللي هو الكبير اللي انت شايفه ده بقى بالشكل الصغير ده او بالشكل ده وهكذا. طبعا كل حاجه من دول يا شباب ليها ستاندرد وليها مقاسات وليها معايير، الكلام ده هنتكلم فيها يعني نتكلم فيها واحنا بنصمم تمام. طيب الاي سي ده برضو نفس الكلام، بدل ما كان عندي لو ده مثلا عشان اعمله في اللي هو الطبيعي الاي سي اللي هو كان بيبقى تي اتش تي ما كانش هينفع يتصنع بالشكل ده، يعني الرجول دي دلوقتي
بتتيح لي ان انا الحم على السطح من غير ما اعمل ايه؟ ثقوب. فحليت مشكله ان انا هعمل ثقب كده هنا تمام عشان الحم فيه مكون الكتروني. لا، انا حليت مشكله ايه؟ الثقوب دي. طيب جه قال لي عمليه التصغير اللي انا هعملها دي هخلي المكونات بقى، انا دلوقتي بعمل تكنولوجي جديده بتحل او بتقدم سوليوشنز لمشاكل كانت بتظهر قبل كده، فانا لما اجي احط ستاندرد عشان اقلل المشاكل اللي كانت بتحصل. هو انا كان هنا ايه المشاكل اللي بتحصل؟ ان المكونات ما لهاش ستاندرد، المقاومه ليها ابعاد مختلفه وشكل مختلف، الكويل ليه شكل مختلف، الاندكتور اللي هو الكويل برضو ليه شكل مختلف، وهكذا. كل مكون كان بشكل، فانا زي ما بقول لك عشان اعمل مثلا تجميع لبورده زي دي كانت بتبقى مرهقه. فجينا هنا قال لك طب ماشي، انا لسه بقى بعمل التكنولوجي الجديده دي، طب ليه ما اخليش كل حاجه ليها ستاندرد واحد؟ بمعنى انا مثلا هصمم المقاومه وهصمم مكثف وهعمل مثلا اندكتور وهعمل دايود، ليه ما اخليهمش كلهم بالشكل ده ويبقوا مقاس واحد؟ ولما يجي الروبوت يشيل المكون ده او ده او ده مش هيبقى عنده مشكله. يعني لما يجي يحط هنا مش هيبقى عنده مشكله، لما يحط هنا زي هنا زي هنا، بخلاف لو انا جاي بقول له ركب لي الدايود ده وبعد كده ركب لي المقاومه دي. هو انت خد بالك في هنا فرق ابعاد قد ايه؟ يعني المقاومات كلها مش هتلاقيها زي بعضها، انما هنا بقى في ستاندرد، وليكن انا مختار كل المكونات بقت مقاس واحد. يعني المكثف هنا بقى قد المقاومه، بقى قد الاندكتور، بقى زي الايه؟ الدايود، بقى في ستاندرد. فلما اجي اعمل اسمبلي او اجي اعمل عمليه تجميع بعد ما اصنع، الموضوع مش هيكون فيه مشكله. لما اقول للروبوت روح شيل لي من كل مكون من دول بالسيكونس الفلاني، شيل لي 1000 مثلا، شيل لي كاباستور بعد كده ريزيستور بعد كده اندكتور، مش هيكون عنده مشكله في الموضوع ده. دي اول حاجه سهلت عمليه التصنيع. فبقى الموضوع بدل ما انا كنت عايز مثلا اعمل 1000 بورده كانوا بياخدوا مني 100 يوم، الموضوع بقى بياخد عده ساعات. ولو مصنع مثلا الماسيف برودكت بتاعه كبير او عنده مثلا مكن كتير، ممكن الموضوع ياخد اقل من ساعات كمان، اللي هو نقول ساعه مثلا او الكلام ده تمام، لان المصانع او الاماكن بتبقى شغاله في الشغل زي ده بتبقى شغاله بكامل طاقتها 24 ساعه. طيب اما تيجي هنا، احنا قلنا مش هنا في ليدز اللي بلحمها؟ هنا قال لك نفس الكلام، مش دي البي سي بي اللي هي الطبقه العازله، والجزء الاصفر ده اللي هو النحاس. ركز بقى معايا، ان انا بدل ما كنت بحط المكونات من جهه وبلحم من جهه تانية وبضطر اعمل ثقوب، انا هنا الموضوع بقيت المكونات بتتحط على نفس الجهه اللي هلحم منها. يعني المكون محطوط من هنا اهو تمام، ودي نفس الجهه اللي انا لاحم منها ايه؟ دي عمليه السولدرنج او عمليه اللحام اللي تمت. قال لك الموضوع بقى مختلف، حطيت المكونات على نفس اللاير وبلحم من نفس اللاير وسهلت عمليه التجميع، انا كمان هسهل لك عمليه اللحام. بدل ما انا كنت بخليك تحط المكونات هنا على جهه وتثبت من جهه تانية وتقعد بقى تدخل في فران عشان تعمل لحام او تعمل مثلا احواض فيها قصدير سائل وتمشي فيه البورده فتلحمها، لا انا هسهل لك الموضوع خالص، انا هخلي لك الروبوتس كمان تلحم لك ايه؟ المكونات الالكترونيه. فدي بقت ايه؟ عمليه السولدرنج من نفس المكان اللي بحط فيه المكونات. طيب الموضوع هنا اختلف في ايه؟ دي بدل ما كان اسمها هنا ليد بقى اسمها باد. يعني الموضوع عشان برضو المسميات دي هنتكلم لما نيجي نشتغل في الديزاين، هنبقى هقول لك الباد الفلانيه. هنا برضو هيبقى اسمها المكان ده ذات نفسه، يعني المكان ده هو هيبقى اسمه باد، بس الفرق بين دي وبين دي ان دي تي اتش تي، يعني موجوده في لاير غير اللاير اللي موجود فيها المكونات، او في سايد غير السايد اللي فيه المكونات، انما هنا المكونات وطريقه اللحام وطريقه التصميم او السايد اللي فيه النحاس والمكونات واحد.
تمام. ده بالنسبه للاس ام تي او السيرفيس ماونت تكنولوجي. طيب وهنا برضو سيرفيس ماونت يعني مكونات، يعني تثبيت سطحي. سيرفيس ماونت دي يعني تثبيت سطحي. طيب ما انا اهو ادي ده، مش ده السيرفيس ماونت او ده اللي هو التوب لاير اللي هي طبقه النحاس اللي فوق. طيب هل دلوقتي لو انا جيت هنا حطيت كمان طبقه نحاس كده في النص وكمان طبقه نحاس تحت، بينهم طبعا طبقات عازله، ووصلت بقى بينهم زي ما انا عاوز وعملت سيركتس ثانيه في النص، هل ده هيكون فيه مشكله؟ لا، كمان انا كده حليت مشاكل كتير. بس قال لك في حاجه المفروض تبقى واخد بالك منها، مش اي تطبيق اقدر استخدم فيه الاس ام تي. هتقول لي ليه؟ واحنا مش قلنا ان هو بيحل مشاكل كتير؟ اقول لك ورغم ان هو بيحل مشاكل كتير بس برضه بيعمل مشاكل، زي نمسح الدرونج دي على سبيل المثال. لو انا قلت لك الدايره دي انا عشان الحمها بعمل ايه؟ باجي هنا بحط الماده اللي هلحم بيها، وهنا وهنا وهكذا على كل نقطه من الاماكن ايه اللي هعمل بيها عمليه لحام، وهنا وهنا، وببدا عمليه التسخين. يعني انا هسخن البورده مثلا من تحت، او هسلط هواء سخن او بمكوه لحام، وهسيح القصدير اللي هنا ده او الماده اللي هعمل بيها عمليه اللحام، بحيث ان الكونتاكت او الباد اللي موجوده هنا دي تلحم فين؟ في الباد اللي متصممه هنا. تمام. طب هنا يعني ايه الفرق بين ده وبين ده؟ قال لك هنا لو انا جيت بالغلط درجه الحراره وصلت لدرجه اكبر من المقبوله، يعني لو انا بقول لك مثلا البورده دي اقصى درجه حراره تقدر تستحملها 120 ديجري سيليزيوس، احنا بنقول مثلا، وجيت انا حطيتها جنب هتشتغل مثلا في انظمه حراره، او مثلا ايه الناس اللي هي ميديكال الاوتوكلافس، او اللي هي اجهزه التعقيم بالبخار. اجهزه التعقيم بالبخار دي بيبقى فيها هيترز او سخانات من جوه، تمام. السخانات دي بتسخن ميه في بويلرز، فطبعا درجه الحراره حواليها بتبقى عاليه جدا. لو انا جيت في سيستم زي ده في درجات حراره عاليه وحطيت البورده دي جنبه، مش فيه جنبه، تمام، فدرجه الحراره اللي هي بتطلع من هنا دي بتاثر لي على ايه؟ على البورده. هاجي على المدى البعيد، يعني مش اقل شويه حراره هيخلوا لي البورده تسيح، لا انا بتكلم لو انا مثلا السيستم بتاعي ده بيشتغل 24 على 7، يعني بيشتغل 24 ساعه في السبع ايام، درجه الحراره دي مع المعدل ده هتفضل تزيد. يعني لو هو حتى ده النورمال بتاعه 120، ما هي دي هتفضل تعمل جين للتمبريتشر اللي بيحصل حواليها دي. فهاجي الاقي المكونات دي السولدرنج، عمليه السولدرنج بتاعها دي حصل لها دي سولدرنج، او ان المكونات ذات نفسها فكت من مكانها، فكده دي ايه؟ ما تنفعش في التطبيقات اللي فيها درجات حراره عاليه. نفس الكلام ما تنفعش في التطبيقات الاندستريال. ما هو انا دلوقتي البيئه الاندستريال دي مش اي بيئه اندستريال، يعني برضه عشان ما حدش يفهم كلام اللي هو ايه، ما ينفعش في البيئه الاندستريال يعني خلاص انا في اي حاجه في مصر ما ينفعش احط فيها اس ام تي، او ما ينفعش يعني برضه في حاجه، او ممكن تبقى ناس تقول لك اس ام تي او اس ام دي، يعني المكون ذات نفسه بنقول عليه اس ام دي، سيرفيس ماونت ديفايس، اللي هو المكون الالكتروني ده، تمام. التكنولوجي ذات نفسها اسمها ايه؟ اس ام تي، سيرفيس ماونت تكنولوجي، اللي هي طريقه التثبيت. يبقى انت لما حد يجي يسالك انت حاطط مكونات ايه؟ هتقول له مثلا تي اتش تي لا اما اس ام دي. انت حتى لما تروح تشتري، لما تيجي هنا بتجيب مقاومه هتقول له عايز مقاومه عاديه، انما هنا هتقول له عايز مقاومات اس ام دي، لان دي بالنسبه له هم عارفينها، يعني هو عارف المقاومات العاديه دي الطبيعي اللي الناس كلها بتستخدمها، انما الاس ام دي هتلاقي فئه معينه من الناس كده بيستخدموا الاس ام دي بس، تمام. ده بالنسبه للاس ام تي او الاس ام دي. يبقى احنا عرفنا ان ده اقدر استخدمه في الاندستريال العادي، بس التطبيقات اللي فيها درجات حراره عاليه هبعد عنها، لان هيحصل لي ايه؟ هيحصل دي سولدرنج للمكونات دي. وبرده زي ما قلت المكونات دي ليها ستاندرد، يعني انت هنا مثلا المسافه بين رجل المقاومه دي ممكن تلاقي كل شركه بتطلع مقاس مختلف، يعني ممكن تلاقي شركه بتقول لك انا بعمله
ثلاثة من عشرة انش مثلا، شركة تقول لك لا انا بعمله 5 مللي، شركة تقول لك انا بعمله 10 مللي، وهكذا. هنعرف الستاندرد او المقاس اللي بقى منتشر في السوق اكتر وبنستخدمه. تمام. هنا في المكونات الاس ام دي هتلاقي يقول لك ايه الشركات المصنعه بقى، ما احنا اتفقنا ان الشركات كلها عشان تدخل مجال الاس ام دي او اللي هو السيرفيس ماونت تكنولوجي لازم يلتزموا بالستاندردز اللي بقت ايه محطوطه. يبقى انا حطوا ستاندرد كده قال لك علشان تعمل انت كشركه تيجي عايز تصنع مقاومات لازم تلتزم بلينس وويدث وهايت. يبقى انت تقول لي ال ال بتاعتك ما تعديش كذا والويدث ما يعديش كذا والهايت ما يعديش كذا. فانت حتى لما تروح تجيب مقاومه مش هتقول له عايز مقاومه اس ام دي وخلاص، لا هيقول لك مقاسها كام؟ 0.8 0.5 ولا 50 50 ولا 12 0.6 وهكذا. وطبعا هنتكلم برضو عن الحاجات دي واحنا شغالين. تمام. ده بالنسبه الجزء ده كان مهم ان هو يتغطى الكومبوننت باكجنج. انا جبته لك برضو، هي دي مش كل الباكجنج، يعني انا كلمتك دلوقتي من ناحيه التكنولوجي ذات نفسها، انما كباكجنج بقى المكون ده اسمه ايه او الشكل ده اللي بقى فيه الرجل بتاعته بالشكل ده والشكل ده اسمه ايه والشكل ده او طريقه الرجول دي او شكل الرجول دي مع الباكجنج ده اسمه ايه، ده برضه هنعرفه واحنا بنشرح فيما بعد. يعني هناخد كل حاجه بنشرحها كده هنقول دي يا جماعه اسمها كذا، دي مثلا كيو اف بي او دي تي كيو اف بي، دي مثلا فلات، دي مش عارف كذا. تمام. لو انتوا اخدتوا بالكم ان هنا اصلا يعني البي سي بي دي هي دي مجرد صوره جرافيكال، بس هو هنا بيوري لك الكونسبت بتاع ايه؟ ان ده روبوت بيعمل بيك اند بليس للمكونات وبيحطها على البورده، وعمليه المانيفاكتشرنج او عمليه التصنيع ذات نفسها بتتم بشكل اوتوماتيكي. طيب حد عنده اي اسئله؟ حد عنده أي أسئلة؟ لا تمام. طيب الشكل النهائي بقى اللي هو إيه؟ عرفت المكونات شكلها إيه؟ عرفت الشكل اللي هو السكيماتيك والسيمبل بتاع كل مكون إلكتروني، وعرفت الباكجينج تايبس المختلفة، وعرفت الديزاين رولز بتاعت البي سي بي اللي هبدا اصمم بناء عليها واللي المفروض ما خالفهاش وانا بصمم عشان ما يحصلش مشاكل. ببدا اعمل عمليه ايه؟ الديزاين. زي ما اتفقنا عمليه الديزاين هتتم على اي برنامج كاد. طيب هو انا الهدف من التصميم ايه؟ مش الهدف ان انا اطلع سيركت في النهايه او دايره متكامله في النهايه بتأدي وظيفه معينه. الدايره دي ممكن يبقى ليها كونسترينت في الشيب، يعني انا محدد بابعاد معينه ملتزم بيها، اماكن المداخل ابقى ملتزم بيها. لو انا مثلا هتركب في جهاز تم تصنيعه قبل كده فلازم ابقى ملتزم باماكن الكونكتورز دي او المداخل اللي انا هحطها دي، اماكن التثبيت ابقى برضه ملتزم بيها. تمام. اللي هي بقى ايه اللي اوت ده اللي هو دايره البي سي بي بقى ذات نفسها شكلها هيبقى ايه؟ يعني اللي فات ده كله اللي هو جزء النظري بعد ما رأي. يعني انا وصلت المكونات مع بعضها بس لسه ما رسمتش الشكل اللي هيتصنع اللي هو تراكات مسارات النحاس بقى ذات نفسها، كل مسار هيبقى سمكه قد ايه؟ هيبقى طوله قد ايه؟ وهكذا. هيبقى ماشي في كام لاير؟ هيبقى فيه جهد قد ايه؟ او هيمشي فيه تيار قد ايه؟ هيشيل سيجنالز ايه؟ وهكذا. تمام؟ ده اللي هو اللي اوت. لو احنا جينا شفنا كده ده شكل كاتب لي جنبه ان هو ال LED او اللي هي الليد اللي هي اللايت ايميتنج دايد، ده شكل المقاومه، ده شكل اي سي كاتب لي ان هو ان اي 3 خمسات اللي هو تايمر 3 خمسات، مقاومه مقاومه تاني، مكثف كاتب لي هنا هو البوزيتيف والنيجاتيف، وهنا دي تيرمينال بلوك. تمام. ودي مقاومه تانيه وهنا مكثف تاني وكاتب لي قيمته اهو سي 2 وكاتب لي ان هو قيمته 10 ايه نانو، وهنا مثلا دي ار 1 وقيمتها 1 كيلو، ار 2 وقيمتها 470 كيلو. طيب يبقى دي الاشكال اللي انت هتشوفها
بعد ما تصنع، خلينا نرجع تاني للسلايد اللي فاتت. الشكل ده، دي البوردة بعد ما اتصنعت اهي، الشكل اللي هنا ده. لو انت خدت بالك المقاومة دي تحتها مكان هنا، المكان ده بيندكيت لي ايه؟ انت كبني ادم بعد ما البوردة تتصنع هتبقى عارف بعد ما تتصنع ان المربع ده بيقول لك ان هنا في مقاومة. المقاومة دي رقمها اكس وقيمتها واي مثلا. هنا يبقى في ملف، الملف ده قيمته اكس ورقمه واي وهكذا. هنا مثلا في ريجيليتر او ترانزستور ايا يكن وهكذا. يبقى الغرض من عمليه اللي اوت دي، او ان انت تنظم المكونات بتاعتك بالشكل ده، هي عمليه ايه؟ تنظيميه. ان انت تخلي البورده بتاعتك منظمه، تراعي مداخل الكونكتورز اللي هي زي ما قلت بقى اماكن التثبيت، الكونكتورز المختلفه، الكلام ده كله. طب دي حاجه. الحاجه الثانيه، السيمبلز اللي موجوده هنا دي بتبين لك انت لوحدك ولا بتبين لحد تاني لو انت هتدي له البورده يستخدمها؟ يعني انا لو جيت اديت لك البورده دي وقلت لك دي بتعمل ايه؟ هتقول لي والله لو انا عملت لها ريفرس انجينيرنج كده، او عملت لها هندسه عكسيه وشفت التوصيلات دي، ده متوصل مع ايه وده بيعمل ايه وده بيعمل ايه، عن طريق ان انا عارف انت كاتب لي هنا ان ده اسمه ان اي 3 خمسات، ودي مقاومه قيمتها كذا ودي كذا ودي كذا، هعرف الفانكشن بتاعت الدايره دي بتعمل ايه. تمام؟ لان انا وضحت لك كل مكون كنت ايه ومتوصل ازاي. طيب لو انا جبت لك، لو انا سبت لك الموضوع كده من غير اي تفاصيل هنا، وجيت حطيت لك هنا مربع بس، وجيت في في المكثف ده ما حطيتلكش هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف، وما حطيتلكش اسم ولا قيمه، وانا قلت لك ان دي ليد وخليت لك دي دايره، تمام؟ جيت اديت لك البورده دي كده وقلت لك خد جمعها، اديت لك المكونات الالكترونيه اللي عليها. انت هو ممكن تقول لي يا عم ده كونكتور، الطبيعي لو انا اللي هوصل هحط الباقي ايه اطراف الباور هنا، صح؟ السلكين يعني هوصل الاسلاك من بره كده. ممكن واحد تاني لا يلحمها يخلي لي اطراف الاسلاك من هنا، ما انت ما وضحتلوش. اما يجي هنا مثلا مع المكثف ممكن يركب لك الليد مكان المكثف، ما هو ما يعرفش ان ده مكثف. هيجي او يروح جاي حاطط مثلا فرضا ان هو قال لك ما هو حجم الدايره ده مثلا قد حجم المكثف اللي معايا، يبقى ده المكثف. وجي بدل ما يحط الموجب مكان السالب والسالب مكان الموجب، راح جاي عكس حط السالب هنا والموجب هنا. وجي هنا مثلا على ان اي 3 خمسات، بدل ما يحطه بالعدله بتاعته اللي هو مثلا يبقى دي البناء رقم 1 2 3، لا راح جاي قالب، قال لك هدي تبقى 1 2 3. يبقى انا كده الدايره، ما هو هي المقاومه لو جه ركبها عكس عادي هتشتغل، مش هيبقى فيها مشكله. بس ممكن برضو لو انا مش حاطط له المربعات دي يروح جاي موصل لي المقاومه هنا كده، صح؟ نفس الكلام مع الليد، ممكن لما يجي يوصل الليد يروح جاي قالب القضيه بتاعتها هنا مع المكثف ده. لو انا ما حطيتلوش القيمه وقلت له مثلا روح اشتري لي المكونات بتاعت البورده دي، هيقول لي طب هي فين البي او ام؟ ده بقى اللي هو موضوع مهم، ده برضه هنبقى ايه هنغطيه واحنا بنشرح البي او ام او البيل اوف ماتيريال. اما بتبدا بقى تدخل عمليه التصنيع او التعامل مع الشركات، او اللي انت تصمم سيستم لحد، او الكلام ده كله، بيقول لك انا محتاج ايه البي او ام او البيل اوف ماتيريال. انا لما اروح اشتري هشتري ايه؟ همسك البورده دي واقعد اطلع كل مكون من دول اسمه ايه وقيمته كذا والكلام ده؟ لا، انا عايزك يا عم تطلع لي شيت كده فيه المكونات الار السي ال الاكس الواي الزد، وكل مكون من دول فيه منه كام قيمه واسمائهم ايه. انا بقى مش هروح ايه اعمل ادور بقى على البورده انت حاطط لي ده ايه وده ايه وده ايه. البورده ممكن تكون كبيره جدا زي دي مثلا، مثال زي اللي هنا ده، هل انت تقدر تقول لي دي كام لير؟ استحاله، لان في هنا مسارات بالوان مختلفه. يعني انت لا، كل لون من المسارات دي هو عباره عن لاير من النحاس. يعني لو احنا جينا كده، انا في البدايه كنت بقول لك المذر بورد ممكن توصل ل 16 لاير من النحاس وممكن اكتر كمان.
ممكن تلاقي مثلا اللون الاصفر ده اللاير اللي فوق، ممكن تلاقي اللون الاخضر ده اللاير التاني، اللون اللي هو مثلا تحسه قالب على ارجواني شويه اللاير التالت، وهكذا، الازرق اللاير الرابعه، الاصفر اللاير الخامسه، وهكذا. كل لون من دول يبقى بيمثل لاير. يبقى انا عندي دي كومبلكس بي سي بي فيها حاجات ثرو هول، وفيها حاجات اس ام دي، وفيها طرق تثبيت مختلفه كتير، وباكجينج مختلفه، تمام. دي برضو ايه بي سي بي. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ اللي هنا دي ده شكل، يعني ده سيمبل، لو انا اديته لك ممكن تعرف تطلع المكونات اللي هنا، انما هنا الموضوع هيبقى مرهق، مش هتقدر تعمل احصاء للمكونات اللي موجوده دي كلها، تمام. فزي ما بقول لك، بتبعت العميل بيطلب منك عايز ايه؟ البي او ام. فلو انت ما كنتش عامل حسابك من البدايه وانت بتصمم البورده ان انت تسمي كل مكون الكتروني باسمه ورقم، تدي له رقم او تدي له نيم وتدي له فاليو او قيمه، مش هتعرف تعمل البيل اوف ماتيريال دي في النهايه. الموضوع هيبقى ماشي معاك عشوائي، ما انتش تبقى عارف ار واحد دي قيمتها كام، ولا ار اتنين قيمتها كام، ولا في كام ريزيستور في الدايره، ولا في كام كاباستور، ولا كام ليد، وهكذا. ده بالنسبه لايه؟ للبيل اوف ماتيريال. وبرضه احنا زي ما قلنا الشكل بيبقى تنظيمي ليك انت او لليوزرز اللي هيستخدموا الحاجه دي فيما بعد، تمام؟ طيب ده كشكل المكونات اللي هي الباد اللي بيتلحم فيها المكونات. يبقى دي اللاير اللي هيبقى محطوط فيها المكونات، واللاير اللي تحتها هعمل فيها عمليه ايه؟ اللحام. ده شكل مسارات النحاس على برنامج الكاد، تمام. طب ده شكل البورده بعد ما هتتصنع، هتبقى بالشكل ده بعد ما اتصنعت والمكونات الالكترونيه اتحطت عليها. هنا مثلا دي ممكن تكون فيوز، ممكن تكون مقاومات، ممكن دي تبقى مقاومات، دي مقاومات، دي فايا، ودي برضو فايس. الفايس دي بقى عشان برضو لما هنشرحها تاني بالتفصيل، زي ما قلت لك انا عندي لير من النحاس ولير من النحاس، لو حابب اربط بينهم بربط بحاجه اسمها فايز، اكنها اعتبرها سلك، تمام، بس سلك بيربط بين دبل لير، يعني لير فوق كده ولير تحت، او انر لايرز. يعني مش انا قلت ان انا عندي ممكن يبقى عندي لايرز داخليه، يعني انا ممكن يبقى في فايا كده بتربط بين دول، ممكن يبقى في فايا بتربط بين دول، بيسموها اللي هو البيريد فايز، او اللي هي الفايز المدفونه، تمام. يبقى اكتر من لاير وبربط بين دبل لاير انا مش شايفهم اصلا، وطرق التصنيع بتاعتهم بتبقى حاجات كومبلكس جدا. ده برضو كاباستور، ودي شكل بورده بعد ما اتصنعت. طيب حتى الان في اي مشكله؟ يعني احنا بنبدا من البدايه خالص، من اول ما بنرسم الاسكيماتيك، بعد كده نبدا ننزل المكونات ونعمل لها طبعا في الاسكيماتيك واحنا بنصمم اصلا من البدايه الاسكيماتيك، بنسمي المكونات ونحط الفاليو بتاعتها والكلام ده كله. اما بنروح للاي اوت بيبدا نرص المكونات، بتبدا بالشكل ده، بعد كده تنتقل للشكل ده، بعد كده تطلع الشكل ال 3 دي للبورده بعد ما تتصنع، هيبقى شكلها كده، تمام كده يا شباب. تمام، حد عنده اي مشكله طيب، او حد عاوز يسال في حاجه؟ تمام. طيب احنا حتى الان كل اللي اتكلمنا فيه اللي هو الكلام، زي ما بيقولوا كده الكلام اللي هو البريباريشن، او اللي هو مرحله الاعداد، اللي انت عرفت الكلام النظري. طيب ايه النكست ستيب؟ او انا عشان اعمل كل واحد من دول بحتاج ايه؟ ما هو برضه من مراحل الاعداد ان انا ابقى عارف التولز اللي انا هحتاجها عشان امبلمنت النولج اللي انا اتعلمتها. اما نيجي نستخدم او نيجي نصمم حاجه زي دي او حاجه زي دي، هيبقى عندنا برامج فيها، هتلاقي فيه تولز كتير. وبرده ازاي انا يعني بحب اكد على الجزء ده، اسمها تولز، يعني دي اللي هي برامج الكاد تولز غير الرولز، لان مش كل من اتعلم تول بقى ديزاين. يعني مش معنى ان انت تعرف ترسم على برنامج الكاد ان انت تبقى مصمم،
كل حاجة ليها قواعد بتحكمها، تمام؟ وبرضو كون ان انت تعرف العلم وما تطبقوش، هي دي برضو اكنك ما تعرفوش. ببساطة لو انت يعني مثلا بحب اقوله دايما كده، لو انت بتقرا او قعدت كده يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، قعدت 10 ايام بتقرا عن السواقة او بتتفرج على فيديوهات عن السواقة، انت ستيل ما بتعرفش تسوق. لحد ما تعمل ايه؟ تطبق النولج بقى. انت اخدت النولج بس لسه مش عارف تطبقها ازاي. اول ما تبقى فعليا بقى قاعد في عربيه وخلاص هتسوق، انت كده على مراحل اللي هو تطبق النولج، او في بدايه ان انت تطبق النولج اللي انت اتعلمتها. يبقى انت دايما تتعلم الرولز الاول، بعد كده تروح ايه تتعلم التولز، تمام؟ طيب بالنسبه للتول اللي هنستخدمها عشان نعمل حاجه زي كده، انا زي ما قلت في تولز كتير هنستخدم منها حاجه متاحه ليك كستيودنت، اللي هو اوتوديسك ايجل. تمام. ليه اوتوديسك ايجل؟ يعني انا مش حابب انفخ في البرنامج او كده، يعني ما بحبش الاسلوب ان انا اكبر او افخم في حاجه يعني، بس انا عشان انا متعامل مع البرنامج او شغال عليه بقالي 5 سنين، فانا احاول بقدر المستطاع خلال السيشنات دي انقل لك النولج او الحاجه اللي انا اتعلمتها خلال ال5 سنين دي. ان انا كنت بعمل من البدايه خالص، لما بدات اعمل دوري كنت بعمل حاجات بسيطه زي كده، اللي اتضايق مع ان ايه 3 خمسات مع مقاومه مع سويتش مش عارف ايه، لان انا اعمل سيستم كامل راكب في جهاز، او مثلا جهاز الماني او وما الى ذلك، او ان انا مثلا اصمم حاجه لحد بره مصر كشغل فريلانسنج. دي دلوقتي انا واخدها كشغل، مش مجرد انها هوايه، او يعني مش مجرد ان انا واخدها هوايه بس وخلاص يعني، تمام؟ ان هي حاجه دلوقتي بتدخل لي دخل كوظيفه، يعني زي ما انت مثلا زي الدكتور بيشتغل دكتور، انت كمان كمهندس دي وظيفه بالنسبه لي. السيشن خلاص يعني احنا باقي 10 دقائق بالكتير. هقول لكم على البرامج زي ما قلت، الاوتو ديسك ايجل، تمام؟ ده عشان نصمم بيه الشكل البورده لحد ما تطلع بالشكل ده اللي هو. طيب في بعد كده عايز اشوف الحاجه 3 دي، هنشتغل على حاجه اسمها فيوجن 360، تمام؟ فيوجن برضو، فيوجن 360 ده مقدم من اوتوديسك برضو. يا شباب في ناس كتير هتلاقوهم بيزموا في ايجل، لسبب ايجل من البدايه كان اسمه كاد سوفت ايجل. كاد سوفت ايجل ما كانش تابع لشركه اوتوديسك، لحد ما جت شركه اوتوديسك كده اتبنته ونقلته من المكان اللي هو فيه، قالت له تعالى بقى احنا نطورك ونهتم بيك ونظبطك. البرنامج حاليا في الاصدار بتاعه 9.10 تقريبا او حاجه زي كده، تمام؟ انا بادئ مع البرنامج من ايام ما كان اصدار 5، فعشان كده انا بقول لك البرنامج فيه تولز كويسه، والتطويرات البرنامج في تطوير مستمر، والكوميونتي اللي بيستخدموا البرنامج برضو هتلاقي فيه سبورت كويس، هتلاقي فيه لايبرز منتشره كتير. لو انت عايز مكون الكتروني مش موجود هتلاقي فيه لايبرز موجوده، هتلاقي فيه بقى الاشكال ال 3 دي الكلام ده. لما تحصل لما تلاقي يبقى معاك مشكله او كده، هتلاقي فيه كوميونتي بيسبورت الموضوع ده. حاضر، هنزل لكم اللينكات، هبعت اللينكات للشباب هم ينزلوها لكم على على الجروب. الاوتو ديسك ايجل هتسجله بالاكونت الكليه، لو معاكم اكونت الكليه اللي هو الاكونتات الجامعيه دي، هتسجله في موقع اوتو ديسك وتحمله اوتو ديسك ايجل وتسجله فيه، تمام؟ ده بالنسبه لاوتو ديسك ايجل. اما تحملوا البرنامج هتلاقوا فيه اوبشن ان انتوا تنزلوا فيوجن 360، ده اوبشن براحتكم. وعايزين تنزلوا فيوجن 360، الناس اللي محتاجه تكمل في النهايه انها تطلع، مش مشكله. مش عايزين نوقف الجزء ده برضو، الموضوع يرجع لكم، تمام؟ فدي هتبقى اوبشن كده في النهايه، هي هتبقى سيشن مثلا او كده. بس ده بالنسبه للجزء ده. اوريكم بقى الشغل او الحاجات اللي انا عملتها قبل كده. اعمل ستوب شير لده.
لو حد عنده أسئلة يا شباب يبعت كده على معين. المواعيد امتى؟ هتبقى زي ما احنا الساعة 7، يعني يوم السبت الجاي هيبقى عندنا السيشن الساعة 7، والسبت الجاي السيشن الساعة 7. يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا الناس تبقى مسطبة البرامج. انا مش محتاج منك غير ان انت تسطب برنامج الايجل وتسجل فيه، لان البرنامج مش هيشتغل من غير ما تسجل فيه. بعد ما تنزل البرنامج وتسطبه هتيجي تدخل هيطلب منك تسجيل دخول. يا باشمهندسة علا لو موجودة يا ريت تخليني هوست. سوري يا باشمهندس، غصب عني. ده ولا ايه؟ ماشي انا زي ما بقول لك انت تعلم النولج من غير ما تطبقها مش هتضيف لك جديد. انت حاسس ان هي ما ضفتلكش حاجه لان انت ما طبقتهاش. على فكره كلنا اتعلمنا من وليد عيسى، يعني كلنا اتفرجنا على الفيديوهات بتاعت وليد عيسى، مع بقى شويه ريسورسز ثانيه جانبيه زي مثلا اللي هو ارت اوف الكترونكس. هتلاقي فيه مراجع برضو جايبه الموضوع بشكل بسيط. هتلاقي فيه لو انت عايز حاجه عربي هتلاقي في كتاب اسمه الكترونيات ببساطه، ده برضو جايب لك الموضوع بشكل بسيط كده، فاهمني؟ فالاهم من ان انت تتعلم النولج ان انت تطبقها. شير يعني برضو أحد الحاجات المهمة لينكد إن، يعني المفروض تبقوا مهتمين بلينكد إن ده جدا. يعني دي اخر دايره انت عاملها، دي المفروض دايره، دي دايره ريموت، تمام؟ دايره ريموت راكبه في ترابيزه عمليات الماني، يعني ده الريموت بتاعت اللي راكب في اللي بيتحكم في الترابيزه ذات نفسها. المكونات زي ما انا قلت اهو، بقى انت هتلاقي عندك هنا مكونات كلها تي اتش تي او ثرول، في الجهه الثانيه هتلاقي الاس ام تي اهو، ده اس ام دي، مكون اس ام دي ده كنترولر، مقاومات برضو اس ام دي هنا، ده برضو كل ده الحجم يدوي مش مكن، تمام؟ دي لاير من النحاس ودي لاير تانية من النحاس، حتى هنا في مسارات نحاس اهي وفي مسارات تحت السويتشات دي بس مش هتكون باينه. برضو عملية التوضيح ذات نفسه، السويتش ذات نفسها، ان الحاجة دي تبقى كانت بي ريسايكلد او ريسايكلد على حسب التطبيق اللي انت عامله، او كده الشركه اللي انت مصنعه ليها، تنديكيت الاطراف لو انت مثلا حاطط اطراف باور وهكذا. دي مثلا الكنترول بورد اللي كانت متصممه المفروض الروبوت بيتحكم فيها. هتلاقي بقى ايه يعني اغلب الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، الكاباسيتورز، ال اي ديز، الريزيستورز، الانتجريتد سيركتس باشكالها المختلفه. يعني دي اندستريال. انا برضو عايز اوضح لك الفرق بين دي وبين الثانيه. دي دايرة هتبقى محطوطة في ترابيزة، الترابيزة دي هيبقى عليها لود، هيبقى فيها تبقى ممكن تبقى في زيوت جنبها لأن بتتحكم في سيستم هيدروليك، تمام؟ فما ينفعش أحط فيها مكونات اس ام دي،
زي ما قلت عشان فرق درجة الحرارة والضغوط اللي بتحصل عليها والكلام ده. إنما دي لا، دي حاجة هتكون في إيد شخص بيتعامل بيها، يعني دي مش يعني دي يا شباب ما بتبقاش كده برضه، يعني دي ما بتبقاش لوحدها كده، دي بتبقى راكبة في ريموت، تمام؟ يعني ليها كيس خارجية بتبقى راكبة فيها وطالع منها الأربع أطراف اللي هو بتوصله بالبورد دي، تمام؟ دي شكل البورد ده بعد ما، يعني البورد دي طبعا عشان تصنع حاجة بالجودة دي بتبقى تصين، يعني انت بعد ما تصنع البورده بتبعتها الصين بتوصلك بعدها ب7 ايام. طيب ده شكل البورده بعد ما بيجي لك، دي اللاير اللي تحت اللي هي البوتوم لاير، دي الريموت قبل ما تتجمع نفس الكلام، حتى في مسارات نحاس هنا، هي ممكن تكون مسارات واضحه هنا شويه في الصوره دي، شكل كامل للبوردة، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية البوردة اللي في الباك جراوند، أو نرجع كده، تصميم زي ده مثلا لما تبقى عايز تعمل بي او سي او بروف اوف كونسبت لجزء معين انت شغال عليه او كده، دي نفس البورده اللي انا كنت موريها لكم، بس دي كنت عامل عليها ابديتس لحاجه معينه، تمام؟ ده الشكل مثلا 3 دي قبل ما يتصنع. تمام، خلينا اوري لكم بقى البرنامج ذات نفسه. ده فيوجن 360 بيطلب مني اسجل دخول، تمام؟ هتلاقوا برضو الايجل نفس الوضع كده، كل فترة بيطلب منك تسجل دخول تاني، يا دي لحقوق الملكية، يعني ده عشان يحفظوا حقوق الملكية بتاعتهم هم. الناس اللي عارفه السوليد ووركس والفيوجن 360 زي السوليد ووركس كده بس خاص بشركه اوتوديسك. هوريكم نفس البورده اللي انتم كنتوا لسه شايفينها دي، بس هنا على الايه، على البرنامج ده نفسه. هوريكم برضو بورده ثانيه، تمام؟ حاضر. المواعيد تاني يا شباب، المواعيد تاني عشان محدش ينسى، كل يوم الساعة 7. المواعيد في رمضان هتبقى بعد التراويح إن شاء الله، لو هنكمل في رمضان يعني. البرنامج تقيل شوية عشان أنا بعمل كذا حاجة أو فاتح كذا حاجة على الجهاز. شايف الصورة وضحت عندكم ولا لأ؟ دي مثلا صورة التصميم، انت ولا متزوم بقى تشوف ديتيل. وهكذا ده الدي اس ال كونكتور اللي كنت بكلمكم عليه، اللي هو اللي هنا ده، تمام؟ عايز اوريكم برضو بوردة تانية.
ما احنا قلنا بقى اللي هو الكتاب بيشرح طريقة التفكير أثناء الديزاين، في رسم تخطيطي جاهز ازاي اعرف اقراه؟ ماشي، ما انا قلت لك الرسم التخطيطي الجاهز ده هتعرفه ان انت فهمك لكل مكون لوحده بيعمل ايه، ده هيخليك لما برضه تطبق النولج اللي انت اتعلمتها، اما تحط كذا مكون مع بعض هتفهم الفانكشن بتاعتهم دي هما بيعملوا ايه. يعني لما تلاقي مثلا مقاومة محطوطة بعد مصدر الجهد وبعدها حمل، يبقى هي كده بتعمل ايه؟ بتقلل التيار او بتعمل كارنت ليميتنج. تمام، ده يعني ده ابسط مثال اللي انا ممكن اضربه لك. في حاجات بتبقى معقده ودي بتحتاج اللي هو تعمل لها اللي هو سيستم دياجنوستيك او اللي هو السيستم ترابل شوتنج بقى بعد كده، لما تيجي مثلا لو انت حابب تشتغل في المينتننس او كده، عمليه الصيانه ذات نفسها لما بتمسك البورده المفروض بقى بتحاول تفهم الفانكشن بتاعتها الاول هي بتعمل ايه. من الموضوع ده هتستشفه مثلا لو معاك دايره بي سي بي من الانبوت اوتبوت بورتس اللي بتبقى موجوده عليها دي، مثلا بورده سمارت هوم 84 خط. تمام، ده برضو مثال للحاجه اللي ممكن تعملها. في بقى يعني في مشاريع كتير. الفكره انت اكونت الكليه زي ما بقول لك هو مديلك بتاع ده مميزات غيرك ما يقدرش يستمتع بيها. يعني مش اي حد هيقدر، مش اي حد هيقدر يحمل البرامج دي لو مش معاه اكونت جامعي، الا بقى لو بتراقي الليجال. ويعني اوتو ديسك في الحته دي متفوقه جدا فيها، يعني مش هتلاقي في فيوجن 360 ده الليجال، مش هتعرف تجيبه كراك، ده مش حاجه اسمها كراك ده اصلا. يعني البرنامج شروط ان هو يشتغل ان هو يكون مربوط بالنت، فانت حتى لو ما عندكش نت مش هتعرف تشتغل على فيوجن 360. وفي فيرجن منه لو البرنامج بيبقى تقيل عندك على اللاب، في فيرجن منه اونلاين انت تشتغل على فيوجن 360 اونلاين. فده يعني بالنسبه لنا هيبقى اخر اهتماماتنا اللي هو فيوجن 360، لان ده هو زي ما بنقول كده بيفيجواليز الشغل بتاعك او بيظهر التصميم او الحاجه اللي انت عملتها. تمام، انما عمليا هو مش مهم قوي في الشغل. يعني لو ما اتعملش عادي البورده هتتعمل وهتشتغل عادي، مش هيبقى فيها اي مشكله. تمام، انما ده ممكن تستخدمه في الماركتنج، ان انت عامل منتج مثلا معين بتقول والله يا جماعه انا عامل المنتج ده بينفذ التاسكات اللي هي من اكس لواي زد، فالناس هتيجي تسالك طيب فين البروتوتايب او فين المنتج؟ تقول لهم اهو دي شكل البورده اللي هتكون موجوده مثلا، او ده شكل المنتج اللي انا هقدمه لهم. خلاص انت كده وصلت ان انت تقنع الناس، يبقى انت كده مستخدمه وهتستخدم الجزء ده في الماركتنج وعمليه ايه؟ اللي هو البراندنج برضو، انت بتسوق لنفسك. هو انت كمهندس او كاي حد عامه شغال في اي مجال المفروض يبقى ليك بورتفوليو اللي هو ملف الاعمال بتاعك او الشغل اللي انت عملته قبل كده. تمام، ده يعتبر جزء من الشغل اللي انت عملته، عشان لما يجي حتى زي ما بقول لك انا كواحد شغال فريلانسر، لو ادخل اقدم على شغل او لما حد بيجي يكلمني على شغل بيدخل يكلمني بناء على ايه؟ بناء على البورتفوليو اللي هو شافه، او بناء على المشاريع اللي هو شافها معموله قبل كده، فخلاص هو واخد ثقه ان انت تقدر تنفذ له الحاجه دي. انما لو مفيش بورتفوليو العميل ذات نفسه لو في 1% مقلق من الشغل اللي انت هتعمله له، ده بيبقى كافيين ان هو يبوظ الشغل. فانت بتحاول بقدر الامكان في اول حتى اول شغل ده ان انت يعني اللي هو ايه تقنع العميل بالشغل بتاعه. تمام، ده بالنسبه للبرامج اللي احنا هنحتاجها. يبقى انا الاهم بالنسبه لي دلوقتي من الفيوجن ان انت تكون محمل الايجل، تخش على الموقع بتاع اوتو ديسك، او لو كتبت اوتو ديسك ايجل ودخلت هيطلب منك تسجل بالميل والكلام ده، هتسجل بالميل والدنيا تمام وتعمل داونلود. بعد ما تعمل داونلود وتيجي تفتح البرنامج هيطلب منك برضو ايه تسجيل دخول. يعني برضو افتح لك البرنامج عشان ايه
تمام، ده البرنامج بعد ما تحمله. عايز ساين اوت. بص، وانا عشان عندي عامل يعني زي ثغرة كده معينة تخلي البرنامج يشتغل اوف لاين. تمام، يعني انا محمل فيرجن من البرنامج اصلا. الايجل في طريقة ان انت تحمل بيها البرنامج ان هو يشتغل بشكل ان ريجسترد او غير ما تكون مسجل فيه، بس انا ما اقدرش اقول لك على الطريقه دي او ما اقدرش اشير معاك الموضوع ده لان هو الليجل، واحنا يعتبر خلصنا. بس انا بس اللي انا اقصده البرنامج بقى الناس المره الجايه مسجلين فيه. تمام، ده لو انت اخدت بالك البرنامج شغال كده مكتوب عليه اوف لاين، بس كاتب لي هنا ايه ان ريجسترد، هيشتغل معايا عادي ما فيهوش اي مشكله. بس انت طبيعي انت لما تيجي تشتغل عليه مش هيشتغل معاك، هيقول لك لا لازم تعمل ساين ان الاول. تمام، هتكتب بقى اليوزر نيم والباسورد الثاني، بس انا عادي طالما انا عندي متسجل فيه فخلاص. هتيجي طبعا هنا، ده الطبيعي بقى اللايبريز بتاعتك اللي هنبدا نستخدمها، اللي هي الاشكال اللي هي الاسكيماتيك وشكلها في اللي اوت هيبقى شكله عامل ازاي. تمام، الديزاين بلوكس دي لو حاجات جاهزه، الديزاين رولز اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، اليو ال بي يعني لو احتاجناها اكلمك عليها، سكريبتس لو انت محتاج حاجات تستخدمها في الاوتوميشن وانت بتشتغل، تعمل سكريبتات بدل ما انت مثلا بتستخدم ماوس في الشغل وكده. الماوس برضو من الحاجات المهمه في الشغل خاصه مع البرامج الكاد عشان يديك حريه في الحركه. الكام جوبس دي لما نبدا نصنع عمليه التصنيع ذات نفسها بيحتاجوا ديديكيتد فايلز كده معينه، دي بنطلعها لهم من الكام جوبس دي. السبيس موديل مش هنشتغل على السبايس موديل خالص، دي مش هنحتاجها في حاجه، دي للسيميوليشن ومش افكتيف قوي هنا على الايجل. ده اللي يخصنا البروجيكتس. تمام، هتلاقي في المشاريع اللي انت عملتها والاكزامبلز دي، هو البرنامج بيبقى منزل لك اكزامبلز كده ايه جاهزه انت ممكن تشوفها. يعني مثلا دي الاردوينو الميجا، ده شكل السكيماتيك بتاعه اللي هي الرموز النظريه، وده شكل اللي اوت. تمام، اي مشاريع هتكريتها تلاقيها بتنزل لك تحت البروجكتس هنا كده. تمام، ده بالنسبه للايه للايجي. يبقى انت انا محتاج المره الجايه يعني انت تبقى جاي كل اللي محتاجه سطب الايجل بس ومسجل فيه، يعني الايجل يكون شغال بحيث انت تفتح الايجل معايا وتطبق، او بعد ما نخلص السيشن هبقى طالب مثلا تاسكات الناس هتخلصها وترفع، كل واحد يرفع التصميم الخاص بيه، والناس بقى مثلا كل واحد يحط الفوت برينت كده الخاصه بيه، يعمل لوجو لنفسه مثلا الشغل بتاعه الكلام ده. تمام، يبقى ان شاء الله كل سيشن هيكون فيه زي تاسك بسيط كده، يعني مش تبقى حاجه تقيله قوي، عشان برضو الواحد بيبقى مراعي ان الناس اللي عنده مشاريع تخرج مثلا او اللي عنده محاضرات او اللي عنده سكاشن والكلام ده، تبقى برضو ايه الواحد بيبقى مراعي الجزء ده. حتى الان كده في اي مشكله انا كده اعتبر خلصت. تمام يا شباب ولا ايه؟ اعمل ستوب شير. تمام، شكرا لله. طيب، تأكيدا تاني على الميعاد، تأكيدا تاني على الميعاد، هيبقى عندنا سيشن كل يوم الساعة 7، يعني يوم السبت الجاي في سيشن الساعة 7 عشان الناس تبقى عاملة حسابها. هيبقى عندنا إن شاء الله إن لم يجد جديد، يعني لو في أي جديد هنبلغكم بيه. تمام، إن شاء الله هتبلغوا بيه قبلها على طول. يعني الموضوع هيبقى مكثف عشان ننجز بقدر المستطاع باسرع وقت، وفي نفس الوقت يعني نحاول ننزل ناخد جزء براكتيكال اكتر. يعني هنعمل الاول مثلا دايره او اتنين تي اتش تي كده اللي هو ثرو هول، وننزل نعملهم في الدايره، ننزل نعملهم مثلا في الكليه، نتفق يوم نتجمع او نتفق يوم مثلا نتقابل فيه في شبين في معهد الاي تي اي وكده ونشتغل فيه. تمام، ممكن نأخره السبت شوية.
طيب نأخره الساعة كام مثلا؟ يعني أنا بحدد البروجكت الأول وعليها تصمم البوردة. أكيد، ما أنت هتصمم البوردة وبعد كده تجيب البروجكت. 8 ده السبت بس يعني، ولا كل الأيام كده، ولا إيه؟ السبت بس. طيب الناس اللي من اسكندريه، طب احنا هنحاول، بصي يا باشمهندس منة الله، السيشنات اللي هتكون اوف لاين هنحاول نعمل لها توثيق، يعني سجل فيديو بحيث برضو ايه تقدروا تستفيدوا منها، وانا هحاول اغطي جزء. لو انت هتطلبي مثلا الدوائر من الصين تطلبيها ازاي، من ثيرد بارتي هنا في مصر بتبعتي له ملفات التصميم بعد ما تخلصيها وبتوصلك لحد عندك، يعني بتبدا بتروح تتصنع وبتجيلك لحد البيت، زيرو جمارك وزيرو شحن، يعني مش هتدفعي ولا جمارك ولا شحن غير الشحن المحلي اللي هو الشحن جوه مصر، انما الشحن بره والجمارك بره والكلام ده هم بيتولوا مهمته. فكده ان شاء الله الجزء ده مش هيكون فيه مشكله يعني. طيب السبت بس، طب حد عنده مشكله يا شباب السبت الجاي بس استثناء يكون الساعه 8؟ تمام. باقي الناس يوم السبت الجاي بس يا شباب كده، يبقى استثنائي الساعة 8. تمام. طيب باشمهندسة لبنى، هيبقى عندك مشكلة في الميعاد؟ عشان برضو ايه يعني بنحاول، هي خرجت تقريبا. تمام، انا يعني بنحاول نرضي جميع الاطراف. فخلاص ان شاء الله باذن الله السيشن الجاي هيبقى الساعة 8 يوم السبت الجاي اللي هو ان شاء الله بعد بكرة. الناس بقى اتمنى يعني البرنامج تسطبوه، ولو حد عنده اي مشكلة في التسجيل او في تحميل البرنامج يبعت ينزل على الجروب بوست يقول يا جماعه انا معايا مشكله في الحاجه الفلانيه. السيشن هياخد قد ايه؟ السيشن هياخد قد ايه دي بقى يعني، بص براحته، ولا انتوا يعني لو حد وراه حاجه يعرفني. يعني احنا ان شاء الله مش هنعدي 3 ساعات يعني. بس شباب طيب، يا ريت ما يبقاش طويل قوي. خلاص هحاول نخليه ساعتين. الريكوست بتاع الفيس ما تقبلش حد من التكنيكال يا شباب، يشوف الناس اللي عايزه تدخل الجروب. طيب بالنسبه للسيشنات الجايه يا شباب، ايه رايكم في الشغل؟ عايزين، انا عايز اقتراحاتكم انتوا، لان انتوا اللي هتعملوا مشاريع، او انتوا اللي يعني انتوا التارجت ان انتوا تنفذوا مشاريع في النهايه. فايه اقتراحاتكم؟ وهحتاج برضو في على الجروب كل واحد كده يسيب اقتراحه للدوائر اللي نبدا ننفذها. نعمل مثلا الاردوينو ده، نعمل دايره اردوينو. تمام، نعمل دايره اردوينو مثلا من اي تو زد، من اول بقى ما نجيب الكنترولرز والمكونات بتاعتها ونعملها، او نعمل اي دايره تانية زي ما انتم حابين. فانا الشباب ان شاء الله خليهم ينزلوا لكم بوست على الجروب في لينك البرنامج. تمام، وتسيبوا اقتراحاتكم في البوست ده، الدوائر اللي نبدأ نشرحها السيشن الجاي. هنا انا لو كده، لو جيت السيشن الجاي مفيش اقتراحات، هبدأ اشرح لك اللايبريز اللي موجودة في البرنامج، لو في حاجة مش موجودة تجيبها منين والكلام ده، وهناخد اي حاجة راندوم ونبدأ نشرحها. تمام، يعني انا اتمنى ان انتوا تختاروا بروجكتس بحيث الموضوع يبقى في النهاية ايه بيزد بروجكت. الناس متارجته مثلا نختار 5 6 مشاريع، يبقى احنا نشتغل يا شباب كل سيشنين مثلا هنعمل بنفس البروجكت ده، وكل سيشن هنعمل بروجكت فلان وهكذا. تمام، حد عنده اي مشكلة لحد دلوقتي؟ تمام، طب خلاص يعني كده يعتبر ان شاء الله يعني خلصنا.
كده السيشن خلص، وانا اتشرفت بالناس اللي كانت حاضرة السيشن النهاردة، واتمنى السيشن يكون عجبكم. وفي نهاية السيشن بقى طبعا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في حد بقى عنده اي استفسار يبعته للتكنيكال، تمام، او ينزل على الجروب ان شاء الله.